طيب بالنسبة للأوتلاين بشكل عام للكورس، في عندكم إنه على المستودع هذا موجود عندكم الرابط على مجموعة التليجرام، راح ناخذ مقدمة للنيورال نتورك والديب ليرنينج، تمام؟ بعدين راح ندخل مباشرة الموضوع اللي بعده، كيف نعمل تحسين للشبكة لهايبر باراميتر تيونينج. النيورال نتورك فيها العديد من البارامترز، كيف ممكن نعملها تيونينج، كيف نحسن موضوع التريننج باستخدام الريجولايزيشن والاوبتمايزيشن. بعدين راح ناخذ كيف نعمل ستراكشرنج لماشين ليرنينج بروجيكتس اند تو اند، يعني بشكل اساسي كيفيه تقسيم البيانات لترين وديف وتيست، ونعمل السايكل كلها يعني من البدايه للنهايه. بعدين الجزء ما قبل الاخير سي ان ان كمبيوتر فيجن، يعني بيحكي على الكمبيوتر فيجن كونفولوشنال نيورال نتورك، والجزء الأخير بيحكي على الناتشورال لانجويج بروسيسنج لأنه بيحكي على سيكونس موديل اللي هي الريكرنت نيورال نتورك والترانسفورمرز. بالنسبة للإيفالويشن زي ما حكيت لكم المرة الماضية، في مجموعة من البيبرز لسه هحط لكم إياها على المستودع، بدك إنه أنت تختار، وزي ما حكينا إنه تقريبا بعد شهر من الآن راح نبدأ برزنتيشن للبيبرز. بعدين عندك البروجكت، البروجكت ممكن تبدأ انه انت تستطلع الآن. انا حطيت لك جزء، يعني خليني اقفز هنا. البروجكت بشكل اساسي يفترض انه انت تعمل فاين تيونينج لبري تريند موديل، او بما يعرف ب ترانسفير ليرنينج. يعني بيكون البري تريند موديل هنا انه مدرب على داتا سيت معينه، فانت بدك انه تواقمه على داتا سيت ثانيه، فالمطلوب منك انه انت تختار موديل بري تريند موديل، وتختار داتا سيت، تمام؟ والتجربه انت عندك بسيطه، راح تعمل انه راح تعمل تطبق الموديل على الداتا سيت ما قبل الفاين تيونينج، وبعدين تطبق ما بعد الفاين تيونينج. طبعا يفترض انه ماخذين ماشين ليرنينج وعارفين ايش انا بقصد بهذا الكلام، يعني انه انت يعني الفاين تيونينج للبري تريند مودلز وكانه انت بتكمل، يعني هو انه يعني انه تدرب، فانت بتكمل التدريب تبعه ولكن على داتا سيت مختلفه، تمام؟ فبدنا نشوف كيف الاداء تبعه ما قبل وما بعد. طبعا من وين انت ممكن تنتقي بري تريند موديل، في عندك هنا روابط كثيره راح اترك لك المجال انه انت تتفرج عليها. يعني على سبيل المثال في عندك تنسر فلو هاب، وفي عندك الباي تورش هاب، وفي عندك الموديل زو، ففي انت عندك مقول هاجينج فيس، هدول يعني اكثر مصادر انت ممكن تطلع عليها. في تنسر فلو هاب هنا انت بتختار شو نوعيه الموديل، بدك اياه متعلق في الكمبيوتر فيجن في الصور، بدك اياه في التكست، في الفيديو، تصنيف الفيديوز مثلا على سبيل المثال. فانت ممكن انه انت تختار الموديل اللي انت بدك اياه، وبورجي لك انه هو على اي داتا سيت مدرب، بيدي لك تفاصيل عنه، تمام؟ يعني على سبيل المثال عندك على سبيل المثال الفي جي جي، هذا اكثر يعني من المودلز المشهوره، مدرب على الكوكو 2017 داتا سيت، تمام؟ وفي عندك للريموت سينسينج، وفي عندك لللاند ماركس. لاند ماركس اللي هي المعالم، المعالم يعني على سبيل المثال انت بتدرب الموديل انه هو يعني يتعرف على المعالم تبعت افريقيا او اسيا او اوروبا. ايش المعالم تبعت اوروبا مثلا على سبيل المثال؟ في عندك قصر الحمراء في اسبانيا، في عندك برج ايفل في فرنسا، في عندك المدرج الروماني في روما، فهذه معالم. يعني على سبيل المثال في افريقيا يفترض انه يكون في عندك الاهرامات، يعني هذه هي اللاند مارك، يعني في مثلا الاهرامات مثلا على سبيل المثال، فهو بتعرف عليها في الصور. طبعا هذا الموديل انه published by جوجل، هو trained by جوجل، تمام؟ فانت بدك تعمل له فاين تيونينج لكاستم، يعني مثلا اذا انت اخترت هذا يعني فانت مخير. فانا هعملكم نموذج ان شاء الله، النموذج هذا بتسلمني فيه معلوماتك انه انت راح مع مين راح تشتغل، ايش الموديل اللي اخترته، ايش الداتا سيت اللي انت بدك تعمل عليها فاين تيونينج. لازم انه انا اشوف هذه الشغله واوافق عليها في الاول عشان اقول لك انه هذه انه صالحه لمشروع، وبعدين انه انت متاح لك انه المجال انه انت تشتغل لنهايه الفصل. طبعا
الباي تورش هاب نفس الفكرة، فأنت ممكن إنه أنت تصنف أو تعمل فلتر للمودلز، ناتشورال لانجويج، فيجن، جنريتيف مودلز، وبتختار المودلز هذه، وبتقدر إنه أنت تشوف كيف إنه أنت بتعملها فاين تيونينج. برضو في الهاجينج فيس، في انت عندك هنا رابط للمودلز وفي عندك رابط للداتا سيت، فانت ممكن تنتقي منها. على سبيل المثال المودلز هنا ممكن انه انت تختار هاي مالتي مودل، تمام، عندك كمبيوتر فيجن، عندك ناتشورال لانجويج بروسيسنج، فانت بتختار ايش الدومين اللي انت بدك تشتغل عليه. طبعا البروفايدرز هنا في هذا المستودع العمالقة الكبار، يعني حتلاقي في عندك موديلز هنا من فيسبوك، في موديلز من جوجل، من مايكروسوفت، تمام. وبالنسبة لك كيف تعمل فاين تيونينج، يعني الهاجينج فيس اكثر واحد دوكيومنتد انه انت كيف تعمل فاين تيونينج، فانت ممكن تروح هنا على الدوكيومنتيشن وتروح على ترانسفورمرز، تمام، وحتلاقي انت عندك هنا فاين تيون لبري تريند موديل بيشرح لك بالتفصيل كيف تحضر الداتا سيت تبعتك وكيف انه انت تبدا عمليه انه التدريب. ف يعني انت حر، سواء انت قوي مثلا في الباي تورش ممكن انه انت تعمل هذا الكلام بالباي تورش. يعني الجميل في الهاجينج فيس انه هو بيتيح لك انه هذا الكلام انه انت كيف ممكن تعمله بالتنسر فلو وكيف ممكن تعمله بالباي تورش. فانت يعني هذا يعني انت فري تو تشوز ايش اللي انت بدك تعمل له فاين تيونينج. فهذا هو المشروع وعليه 30 علامة. فهدول زي ما حكينا انه 30 علامة مع البيبرز هدول ممكن انه انت تكسبهم بسهولة وممكن انه يروحوا منك بسهولة، تمام. بضل عندنا الامتحان النهائي. الامتحان النهائي بركز على problem solving، فانت عندك مسائل بدك انه انت تحاول انه انت يعني توجد لها حل. طبعا هذا الكتاب وهذه المراجع، حتلاقي انت في عندك عدة مراجع للماث وللماشين ليرنينج اذا انت ما كنتش يعني حاول بدك تعمل ريفريش للماشين ليرنينج، تمام. وهي الفيديو ليكتشرز. طبعا المحاضرات اللي احنا حنمشي عليها يعني من 3 مصادر. في عندنا المصدر الاول اللي هو الديب ليرنينج بوك، اللي هو هذا الكتاب. خليني انا افتحه هنا في سلايد في كتاب منفصل، تمام. و هذا هو، فحتلاقي انت عندك هنا لو رحت على الليكتشرز حتلاقي انت عندك الكتاب مقسم نفس التقسيمة اللي موجودة هناك. اول بعطي لك مقدمة وبعدين بعطي لك الاساسات في الرياضيات وبعدين بروح لك على نيورال نتورك والاوبتمايزيشن، بعدين سي ان ان، وبعدين ار ان ان. يعني هذا يعني منهج الديب ليرنينج ستاندرد، تمام. حتلاقي انت عندك هنا فيديو ليكتشرز بالاضافه لمحاضرات البي دي اف. هذا انا حاعتمد عليه في بعض الاشياء، لكن المصدر الاساسي اللي انا حاعتمد عليه اللي هو هذا اللي هو ديب ليرنينج دوت اي اي. من يعني هذا كورس مشهور لاندرو انجي، فاحنا حنمشي عليه بشكل اساسي. ف حتلاقي انت عندك السلايدات هنا في الديب ليرنينج اي اي، فمقسمه لعده كورسات. في كل كورس اللي انت اذا انت حابب تطبع السلايد وتسجل معايا ملاحظات يعني، فممكن انه انت تطبع السلايدات اللي فيها دبليو. يعني مثلا هنا سي 1 دبليو 1 اللي هو الكورس الاول الويك الاول، تمام. فتطبع السلايدات هدول، طبعا السلايدات هدول الكوبي رايت تبعهم كرياتيف كومون، معنى ذلك انه مسموح المشاركه تبعتهم تحت المشاع الابداعي، ما في اي مشاكل، تمام. المصدر الثالث اللي هو ستانفورد. من ستانفورد انا حستعين ببعض المواضيع يعني، فبالتالي انه بتقدر تقول انه المصدر الاساسي للسلايدات اللي اذا انت بدك تطبعها هو ديب ليرنينج دوت اي اي، تمام. هذا بالنسبة ل ال بالنسبة للمحاضرات والفيديو ليكتشرز راح تلاقيها انه هذه السلسلة كاملة تبعت اندرو انجي،
تمام، وهنا مقسمة للمواضيع الفرعية اللي احنا حكينا عنها في الأوتلاين، وهتلاقي انت عندك هنا رابط للتسجيلات تبعتي، بحط لك اياها في بلاي ليست. نعم، وهنا انه البري تريند موديلز، فانا بشجعك انه انت تبدا تستكشف في البري تريند موديل. الاسبوع القادم ان شاء الله بجهز لك النموذج اللي انت بدك تختار فيه الداتا سيت، تختار فيه البري تريند موديل اللي انت بدك تشتغل عليه في المشروع. مسموح انه انتوا تشتغلوا اثنين مع بعض، تمام؟ اذا انت بدك تشتغل بشكل منفرد لا بأس، تمام، ولكن انه تشتغلوا اثنين مع بعض افضل. يعني انه خلاص انه واحد بدور مثلا على داتا سيت في الموضوع هذا، واحد انه بدور كيف يعمل فاين تيونينج، فممكن انه انتم تقسموا المهام بيناتكم افضل. فانت بيكون في عندك فرصة انه انت تبدا تشتغل على المشروع مبكرا، عشان انه في نهاية الفصل انه ما تنضغط. فاليوم ان شاء الله بدنا نبدا باول سلايد هنا. طبعا هنا مقدمة، المقدمة هذه بحكي انه الـ AI هو عبارة عن كهرباء العصر الحديث. طبعا هذا التشبيه معناته انه ما فيش غنى عن الذكاء الاصطناعي. يعني هلقيت ما فيش غنى عن الكهرباء، فيش عندك جهاز في البيت، إذا انقطعت الكهرباء معنى ذلك أنه بتتعطل عندك مظاهر الحياة. فبالتالي الآن في كل شغلة حتصير هلقيت AI powered. من أبسط الأشياء اللي موجودة أنت عندك، يعني الثلاجة عندك في البيت حتصير AI powered. أنت عندك الكاميرا اللي في الجوال already هي صارت AI powered. تمام؟ راح يصير في عندك قلم ذكي وحدث ولا حرج، تمام؟ فهذه المواضيع اللي احنا درسناها اوريدي ذكرناها، تمام؟ هنبدأ بالنيورال نتورك، تمام؟ حكيت النيورال نتورك احنا بدنا نفهمها بمثال. المثال اللي احنا بدنا ناخده هو عن الهاوس برايس بريدكشن. بدنا نعمل نيورال نتورك تعمل بريدكت للهاوس برايس بمعلومية مساحة البيت، تمام؟ طبعا المنطق بيقول انه انت لما تيجي تسأل انه هذا البيت قديش حقه وقديش مساحته، ها بتقدر تقول انه والله مساحة، يعني شقة مساحتها 100 متر، حدود سعرها من كذا لكذا، مساحتها 130 من كذا لكذا، 200 من كذا لكذا. فبالتالي انت كهيومن اكسبرت انه انت بتقدر تعمل استيميت للبرايس استنادا على السايز تبع الهاوس او مساحة البيت. فاحنا بدنا ندخل هنا فاريبل واحد بس عشان نفهم النيورال نتورك. طبعا هتلاقي انه الاسعار انت عندك او يعني المساحات تبعت البيت انه بتبدا في منطقه معينه. طبعا ما فيش مساحه انه يعني ما فيش برايس انه اقل من الصفر، فبالتالي انه انت عندك هنا البرايس هذا ما فيش انه بنزل هنا بالماينس. عليكم السلام. بالاضافه لذلك انه ما فيش بيت مساحته اقل من خلينا نقول بعرفش 80 متر حاجه زي هيك، تمام؟ فأي بيت يعني أي بيت مساحته ما بتقلش عن 80 متر 60 متر 65 مش عارف قديش بالضبط. فبالتالي أنت عندك هنا الانترسبت هنا بيبدأ، فهذه هي عبارة عن خلينا نفترض إنه هي 80، تمام؟ طبعا هنا ببداش من صفر البرايس أنت عندك، فبالتالي أنت بعد الرسمة خلينا نفترض لنفترض جدلا إنه أقل بيت عندك 40,000. طبعا هذه انت عندك الاسعار بالكي، البرايس هذا بالكي بالالافات يعني، تمام؟ فهنا ممكن يكون عندك 80 او 100 الف، يعني انت عندك هنا مثلا على سبيل المثال بهذا الشكل. فبالتالي انت عندك يعني النقاط حتكون موزعة لاحجام البيت واسعارها بهذا الشكل، تمام؟ فانت ممكن انه انت ترسم لاين عشان تعمل موديل
ممكن انه انت ترسم لاين بيتوسط هذه النقاط، فبالتالي انه بيتولد انت عندك معادلة خط مستقيم، فبالتالي بتقول اذا كان السايز هالقد تعمل اسقاط، اسقاط انه البرايس حيكون هالقد، اذا كان حجم مساحة البيت هالقد حتكون انت عندك السعر هالقد بالضبط مثل الريجريشن. تمام، فهذا الكلام انه احنا بدنا نمثله انه المعادلة هذه بيتم تمثيلها بالنيورو. تمام، فبالتالي هاي الانبوت انا عندي اكس، تمام، وبتدخل انت عندك على نيورون والاوتبوت هو الواي اللي هو البرايس. طبعا النوتيشن هذه حتتكرر معانا وموجودة انت عندك في كل الماشين ليرنينج، انه احنا بدنا في عندي مجموعة من الفيتشرز اكس، تمام، وبدي احاول انه انا اوجد موديل يمثل في داله اف اكس، من خلالها اقدر اعمل بريدكت للواي، او ممكن انا اكتبها بالعكس انه الواي بتساوي اف اكس. طبعا لاحظ انه الواي دائما تكتب سمول لانه انت عندك 1 تارجت تو بريدكت، والاكس دائما انه تكتب كابيتال لانه قد تحتمل انه انت يكون عندك اكثر من فيتشر. احنا في الحاله هذه عندنا بس فيتشر واحد، فممكن يكون في عندك اكثر من فيتشر. طبعا النيورونز هذه انه تم التفكير تبعها يعني فيها من الخمسينات، تحديدا في الـ58، لانه اوكي احنا بدنا نعمل موديل انه بيحاكي ذكاء الانسان. ذكاء الانسان وين موجود؟ موجود في الدماغ. في الدماغ من ايش مكون؟ مكون من مجموعه من الخلايا العصبيه، تمام، موصله مع بعض. كيف بتتفاعل مع بعض؟ من خلال اشارات كهروكيميائيه في جسم الانسان، هذه البيولوجيكال نيورال نتورك. اما في الارتفيشال نيورال نتورك تم تمثيلها في البدايه كهاردوير كسيركت، تمام، فبالتالي انه كانت اشارات كهربائيه، تمام، لكن الان انه تم تمثيلها بشكل برمجي، وصار انت عندك هنا يعني تم التعامل، يعني بدل الاشارات الكهروكيميائيه صرنا نستخدم معادلات رياضيه، تحديدا الاكتيفيشن فانكشن او السيجمويد، يعني واحده يعني من الاكتيفيشن فانكشن المستخدمه حاليا ومؤخرا، يعني هذه تعتبر من الاكتيفيشن فانكشن الحديثه، يعني بتعالج مشاكل السيجمويد او فانكشن، هي ريلو اللي هي ريكتيفايد لينير يونت. لاحظ انه شكلها نفس شكل يعني الموديل تبع الهاوس برايس انا عندي، لو كان انه احنا بدنا نطلع معادله، فبالتالي انه هي اكثر واحده فت لهذا الموضوع. فبالتالي الانالوجي هنا، لو سمحت يا استاذ تسيب الساعه. لا لا انا مش عادة التركيز، اسرح سمعتك، بس عندي حساسية من التك والتك هذه. ف فالفكرة في الموضوع، طبعا الإنسان يعني بحاول إنه هو يحاكي الأشياء الموجودة عنده في الطبيعة، يعني طبعا الخالق المبدع هو اللي بيخلق بدون مثال سابق. احنا بدنا نصنع طيارة، فايش بنسوي؟ كيف بنخلي الطيارة شكلها زي طائر؟ خاصة في موضوع الديل، يعني الديل له أهمية كتير كبيرة، تمام، والأجنحة. بدنا نصنع مثلا روبوت عنده القدرة انه هو يتحرك على أرضية او على تضاريس وعرة على سطح المريخ، فبنحاول نقلد النملة مثلا على سبيل المثال، تمام. فبالتالي يعني الإنسان لما نفكر إنه هو يعمل يخلي الحاسوب ذكي، فبالتالي إنه فكر إنه وين الذكاء؟ إنه هو يحاكي البيولوجيكال نيورال نتورك، تمام. طيب نيجي الآن ناخذ تفاصيل أكثر، إنه إحنا بدنا ندخل فيتشرز أو بدنا نعمل طبقات متعددة بدل ما كان في أنا عندي هنا نيورون واحد. فهجيت بدنا ندخل فيتشرز أكثر، تمام، والفيتشرز هذه زي ما انت بتفكر يعني حسب الدومين اكسبرت. يعني انت بتيجي بتسأل سمسار، والله في بيت بدي اسأل يعني قديش سعره، فهو بروح بيسألك قديش مساحته، قديش عدد الغرف، وين موجود، العنوان تبعه، بوستال كود، بالإضافة ل قديش الحالة تبعت البيت او ايش الحالة تبعت البيت، انه
هل هو بيت جديد، هل هو بيت قديم. يفترض انه البيوت القديمة انه هي بتحتاج ل، لو سمحت يا استاذ بلاش، ليش تتوتروا انتوا؟ يعني لازم يكون في عندك حاجة تكتك فيها. معلش يعني اعذروني، بس انه مشتتة للانتباه بالنسبة لإلي كتير يعني. واضح جدا انه البيوت اللي بتكون قديمة انه بتحتاج لترميم، فبالتالي انه هذه بتدخل في معادلة السعر يعني. تمام؟ فهدول المدخلات بقدر من خلالها انه انا اعمل استيميت للسايز. فهنا بدخل انا عندي فيتشرز اضافيه، يعني مثلا على سبيل المثال انه الفاميلي سايز تم تمثيله بهذا الهيدن نيورون، فهذه عباره عن هيدن فيتشر. والورك والووكابيليتي، قديش انه البيت هذا قريب من المرافق اللي حواليه، سواء كان مدارس او سوبر ماركتات، مراكز تسوق. تمام؟ بالإضافة لهنا إنه قديش مقدار، قديش إنه المدارس قريبة وقديش جودة المدارس اللي موجودة في المنطقة هذه. فممكن إنه على سبيل المثال إنه المنطقة الجغرافية بالإضافة للويلث إنه يكون لها علاقة بالسكول كواليتي. طبعا هذه عبارة عن هيدن فيتشرز، هل يصح إنه إحنا نقول والله هذا النيورون ممكن يمثل كذا أو ممكن يمثل كذا؟ بس إحنا حكيناها إنه إحنا نحاول إنه إحنا نتخيل إنه تزويد الطبقات في النيورال نتورك بيؤدي انه يكون في عندي هنا هيدن فيتشرز انا مش عارفها، ولكن مفيده جدا انه يعني انه النيورال نتورك تعمل ديرايف لنيو هيدن فيتشرز. ايش هي؟ انا مش عارفها، ولكن بتكون مفيده جدا في تحديد الفاينل تارجت، او في انه تعمل بريدكت للفاينل تارجت. فبالتالي هنا زي ما انت شايف هنا انه ما بينفع انه نقول انه والله انه هذا النيورون بيمثل فاميلي، هذا النيورون بيمثل مثلا الووكابيليتي، او بيمثل هيدن فيتشر ممكن انه انت تشتقه من فيتشر معينه. هو في اشتقاق لفيتشرز جديده، ولكن هذه الفيتشرز هيدن بالنسبه لي، عشان هيك هذه النيورون تسمى هيدن نيورونز. تمام؟ وعشان نفهم الموضوع اكثر خليني انا الجا لسلايدات، هذه السلايدات في هذا الكتاب. انت في عندك هنا الاكس والواي، طبعا هذه الاحداثيات الكارتيزية مرت عليك في مرحلة دراسية ما. وزي ما انت شايف انت عندك، انا عندي مجموعة من النقاط، والنقاط هذه ممثلة على شكل مثلثات ودوائر، وكل واحدة بلون، وكل واحدة تمثل كلاس. فانا عندي هنا تو كلاسز، فهذه الداتا يعني مش سيبارابل، مش قابلة للفصل. يعني بمعنى آخر ما بقدر إنه أنا أرسم أي لاين يفصل البيانات، لأنه هذه هي الفكرة الأساسية. إنه أنت عندك معظم المودلز إنه أنت تطلب منك إنه أنت ترسم لاين يفصل الكلاسز، اللي فوق اللاين بينتمي لكلاس، اللي تحت اللاين بينتمي لكلاس ثاني. فبالتالي هنا مستحيل إنه أنت تعمل لاين يفصل انت عندك الداتا. بينما لو استخدمت نوع ثاني من الاحداثيات غير الكارتيزيان، اللي هي البولار كوردينيتس او الاحداثيات القطبيه، واللي برضو مرت عليك في مرحله دراسيه ما، مش عارف يمكن مش في الجامعه، يمكن في التوجيه، انه مرت عليك الاحداثيات القطبيه والتي تمثل بالار والثيتا. تمام؟ فبالتالي انت عندك بيتم تمثيلها على هذا الشكل، انه انت عندك انه انت عندك البيانات او النقطه تمثل انه بشعاع اللي هو الار، بالاضافه للزاويه تبعته اللي هي ثيتا. فبالتالي انت عندك الزاويه هي بتحدد النقطه هذه، وقديش انه مقدار الشعاع هذا بيحدد النقطه هذه. فبالتالي لو تم تمثيل هذه نفس النقاط هذه بالاحداثيات القطبيه، حتلاقي انه هذه النقاط صارت، او هذه الداتا بوينت صارت سيبرابول. فالفكرة في الموضوع هنا انه انت تعمل مابينج من one space to another space، ممكن ان هو يعمل solving للبروبلم. وهذا المطلوب من النيورال نتورك، اضافة طبقات اضافية في النيورال نتورك بيساهم انه انت تعمل مابينج من non-linear space للداتا،
إضافة طبقات إضافة طبقات إضافة طبقات لغاية في الأخير إنه تصير لينير وتصير سيبارابول، ويقدر إنه هو يعمل بريدكت للتارجت تبعه عشان أنت تقدر تفهم هذا الموضوع يعني. تمام. وزي ما شفنا هنا هذا الكلام، إحنا عندنا هنا في عندي هنا في هيدن فيتشر للستراكشرد داتا اللي هي الهاوس برايس بريدكشن، بدنا نشوف هذا الكلام برضو في الكمبيوتر فيجن. لاحظ في الكمبيوتر فيجن أنت عندك هنا صورة، تمام، فبالتالي انت عندك الصورة هذه بتدخلها على شكل بيكسل، تمام، فهذا فيزيبل لير. بعدين انت في عندك مجموعة من الطبقات، الطبقات هذه هيدن ليرز، تمام. الطبقات هذه خلينا نقول عشان نفهم الكمبيوتر فيجن كتير كويس، خلينا نعتبر انه الطبقة الاولى وظيفتها الاساسية تعمل ديرايف او اشتقاق لفيتشرز معينه من الصوره، وهذه الفيتشرز تمثل الايدجز اللي هي الخطوط اللي بالطول، تمام، مثلا على سبيل المثال، والخطوط اللي بالعرض بهذا الشكل يعني. بس الوظيفه الاساسيه تبعتها انه من الرسمه هذه انه تحدد ايش الخطوط الراسيه والافقيه، تمام. هذه الوظيفه تبعت الفيتشرز الطبقه الاولى. الطبقه اللي وراها بتعمل اشتقاق لفيتشر جديد برضو مبني على الفيتشر اللي وراه، اللي هي على سبيل المثال الكونتورز، تمام، او الكورنرز. فبالتالي بيكون في عندك قدرة انه انت تكتشف انه والله في عندي هنا كورنر، في عندي هنا تدويرة للوجه، تمام. فبالتالي بتقدر تشتق فيتشرز اضافية، تمام. يعني المرحلة الاولى انه انت بس تتعرف على خطوط رأسية وافقية، تمام. المرحلة الثانية انه انت تتعرف على ايش، على الكورنرز او المنحنيات. فبالتالي بتقدر انه انت تتعرف على فيتشرز اضافيه، زي انت عندك دويره جواتها دويرتين، تمام، وفي انت عندك خط مستقيم هنا، وفي عندك منحنى هنا، تمام، وفي عندك كمان منحنى هنا. فبالتالي صرت تتعرف على فيتشر جديده، وهي انه هذا عباره عن فيس، وجه مين مش مشكلتي. هلقيت في طبقه لاحقه بنقدر نشوف انه هذا الوجه تبع مين، ولكن حاليا انه انا قدرت انه انا بالطبقه هذه انه انا اتعرف على فيتشرز. الطبقه الثالثه بقدر اعمل يعني ديتكت لبارتس، انه انت عندك على سبيل المثال انه هذه زي ما شفنا انه من خلال الخطوط المنحنيه هذه جمعت الفيتشرز، تمام. هنا انه المرحله الثانيه خلينا نتعرف على بس انه دوائر بس يعني زي هيك، تمام. فبالتالي هذه عباره عن خطوط مستقيمه، وهنا الطبقه الثانيه يبقى هنا Layer 1 انه بس خطوط مستقيمة، Layer 2 عبارة عن دوائر، Layer 3 عبارة عن Objects، انه هذا الأوبجكت عبارة عن Face Person. ممكن يكون في عندي Object ثاني هو عبارة زي ما انت شايف، هذا عبارة عن تجميعة من خطوط منحنية وخطوط مستقيمة. ممكن الأوبجكت الثاني يكون عبارة عن سيارة زي ما انت شايف هنا، فبالتالي انه كيف السيارة شكلها بشكل أساسي، دويرتين، وفي انت عندك البادي شكله زي هيك يعني خطوط منحنية يعني بهذا الشكل، اوكي. والاوبجكت الثالث انه ممكن يكون عبارة عن بيرسونال. الاوبجكت الثالث ممكن يكون عبارة عن مثلا انه هذا انيمال، يعني على سبيل المثال هذا ارنب هذا. فبالتالي انت يعني هذه بتحاكي كمان مرة، بتحاكي قدرة الإنسان على أنه هو يشتق فيتشرز من الصورة اللي موجودة أمامه. يعني أنا إذا كانت الرؤية ضعيفة وأنا شايف أوبجكت جاي أمامي، تمام، مش من ألوان البكسل، مش من الألوان، بقول أنه والله أنه إذا كان اللون أحمر بيكون كذا، وإذا كان اللون أزرق بيكون كذا، لا، أنا بشوف الشكل العام. والله اللي جاي من بعيد هذا هيته هيئة بني آدم، أو أنا شايف سيارة جاية من بعيد، أو شايف زرافة جاية من بعيد هيتها هيئة زرافة. فبالتالي كيف حددت إنه هذه هيئة زرافة؟ من الخطوط هذه. فهذه فعلا إنه محاكاة لطريقة تعرف الإنسان على الأوبجكتس من خلال إضافة طبقات، من خلال إضافة طبقات. فبالتالي إضافة طبقات هذا بيؤدي إنه أنت تشتق فيتشرز إضافية، تمام، هيدن. الديب نيورال نتورك تتعلمها لوحدها، تمام، لانه مش بصير انه انت مش مطالب انه انت خلاص انت بتعطيها الداتا وهي لحالها انه هي بتتعلم الفيتشرز. هذا لا يعني
انه اضافه طبقات عديده ممكن انه هو يؤدي لاشتقاق فيتشرز افضل، وممكن يكون اداء للنيورال نتورك افضل. طبعا هذا الكلام بضله لغايه حد معين، وبعد هيك بيصير في عنده اوفر فيتنج. تمام، حندرسه بالتفصيل فيه ما بعد، بس انت عشان تتخيل شو معنات اضافه طبقات اضافيه في النيورال نتورك. الكونسبت الاول اللي يفترض انه انت تفهمه، الملخص، انه انت بتعمل مابينج من سبيس لسبيس تاني، بيكون انت عندك التعرف على الكلاسز فيه اسهل من السبيس المعقد تبع الانيشال داتا. هذا هو الهدف الاول. الهدف الثاني انه انت باضافه الطبقات انه انت بتعمل اكتشاف لهيدن فيتشرز مفيده بتساعد الموديل انه هو يتعرف على التارجت تبعه. اوكي تمام، هذا الكلام برضو ممثل انت عندك بالصوره هذه، يعني انت عندك هذه رول بيس سيستم. تمام، عشان انت تكون فهنا في الرول بيس سيستم يعني هاند ديزايند بروجرام، يعني هنا انه انت بتعمل بتحصر كل الكيسز انت عندك اف الس، يعني اف الف 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 لغايه لما تيجي في النهايه الس، بتحصر كل الحالات انت بتكتبها انت كديفلوبر بتكتبها. تمام، هذا كلاسيكال ماشين ليرنينج، انت مش مطلوب منك انه انت تكتب له اف الس، انت مطلوب منه انه تعطي له فيتشر، فبالتالي مطلوب منك انه انت تعمل له هاند كرافتد فيتشرز، انت تحدد له تشتق الفيتشرز. هذا في الكلاسيكال اللي هي انه انت بدك تعمل فيد لديتا لسبورت فيكتور ماشين او كي ان ان، لازم انه انت تعطي له الفيتشرز بشكل واضح. ممكن انه انت تكون الداتا ستراكشرد والفيتشر واضحه، ولكن انه انت ممكن انه انت تساعده انه انت تشتق فيتشر معينه. يعني على سبيل المثال ممكن يكون عندك ديت اوف بيرث مثلا على سبيل المثال، وتروح تشتق منه الايج، بيكون اوضح بالنسبه له، يساعده في البريدكشن اكثر ما انه تعطي له الديت اوف بيرث يعني كرو، يعني كتاريخ 21/3/1900 ومش عارف ابصر قديش. تمام، اما في الديب ليرنينج، تمام، انه اضافه الطبقات بيساهم في انه النتورك انه هي تعمل ديرايف لفيتشر، والفيتشر هذه هيدن، وتساعد بشكل كتير كبير انه تعمل مابينج للفيتشر هذه. تمام، عشان تعمل بريدكشن للاوتبوت. وهذه طبقات الفيتشر ممكن تكون في البدايه سمبل فيتشر زي ما شفنا في المثال، تعرف على الاوبجكتس في من الصور، انه انت عندك الليفل الاول عباره عن خطوط مستقيمه، الليفل الثاني عباره عن منحنيات، الليفل الثالث عباره عن اوبجكت. فبالتالي انت كل ما تضيف، فهنا يعني هذه السمبل فيتشر هنا بتضيف يعني اديشنال لاير مبنيه على الابستراكت فيتشرز اللي قبلها، وهنا برضه يعني بتضيف فيتشر اضافيه في النهايه عشان تعمل مابينج، عشان تعمل بريدكت للفيتشر. تمام يا شباب، كيف؟ انه الفيتشرز هدول مثلا انه اذا كانت كذا وكذا وكذا، انه فبالتالي انه هدول بيكون الكلاس كذا، فبالتالي انه هاي مابينج للفيتشر كذا، يعني الفيتشرز هذه لها علاقة بالكلاس او الليبل المعين هذا. يعني على سبيل المثال ال 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 كيف؟ لا، اخر لاير بيكون الاوتبوت هذا، ما قبل الاوتبوت هذا عباره عن هيدن. بالضبط صحيح، يعني هذه كلها عباره عن هيدن، يعني كل اللي مضلله بهذا اللون هذه عباره عن هيدن لايرز. يعني انت عندك على سبيل المثال هنا وكأنه انت بتربط نمط معين، انه انت عندك الاوجه الاشخاص الفيتشرز اللي موجوده تكون موجوده فيه، انه انت عندك لازم يكون شكله زي هيك، انه انت عندك دويره جواته دورتين، وفي انت عندك انف وفم. تمام، بيهمنيش ايش لون شعره، بيهمنيش شعره ناعم ولا خشن، بيهمنيش عنده شعر ولا ما عندوش شعر اصلا. تمام، والسياره انه بتكون انه الشكل العام تبعها انه زي هيك. طبعا هذا الكلام انه بصير انت عندك مابينج للفيتشرز هذه، انه هذه الفيتشرز
إلها علاقة، فبالتالي إنه هذه الفيتشرز تمام، إنه هيها صار لها مابينج لكار، هذه الفيتشرز إنه صار لها مابينج لأكثر إشي للبيرسون بهذا الشكل تمام. حتوضح الصورة أكثر لما ناخذ يعني هذا الكلام بشكل رياضي. طيب طبعا احنا حنركز على جزئية السوبرفايزد ماشين ليرنينج تمام، في ديب نيورال نتورك في هذه الجزئية. وعشان انت تتخيل انه ما دام سوبرفايزد بقى لازم يكون في عندي اكس وواي، وشكل الاكس والواي بيحدد شكل النتورك اللي احنا ممكن نستخدمها. يعني اذا كان الانبوت هو عبارة عن هوم فيتشرز، ايش هي الهوم فيتشرز؟ قديش عدد الغرف، مساحة، مكان تبع الموقع تمام. والتارجت انا عندي او الاوتبوت هو البرايس، ايش التطبيقات، ريال استيت تمام. فهذا ممكن تستخدم فيه ستاندرد نيورال نتورك، لانه احنا عندنا فيه اركتكتشر مختلفه في النيورال نتورك. التطبيق الثاني او النوع الثاني من البيانات، انت عندك البيانات تبعت الاعلان بالاضافه لمعلومات المستخدم، والمطلوب انه احنا نعمل بريدكت هل المستخدم هذا حيعمل على الكليك على الاعلان هذا، فبالتالي الاوتبوت هو 0 و1، والتطبيقات تبعته في الادفرتايزنج في الاونلاين ادفرتايزنج. الهدف الاساسي انه انت تحدد تعمل بريدكت للمستخدمين اللي حيعملوا كليك على الاعلان عشان تظهر لهم هذا الاعلان. شو الفائده انه انت تظهر اعلان المستخدم ما حيعمل عليه كليك؟ فبالتالي انت اذا عملت بريدكت اوكي بتظهر وياه. وهذا برضو انه هي عباره عن ستراكشر داتا تستخدم فيه الستاندرد نيورال نتورك. الايمج هذا الانبوت تمام، الاوتبوت ما يكون عباره عن الاوبجكت، والاوبجكت هنا يعني حاليا اقل موديل موجود حاليا في الاوبجكت ديتكشن بيحتوي على 1000 كلاس، تخيل على 1000 اوبجكت. معنى ذلك انه انت ممكن يكون في عندك موديلز تقدر انه انت تعمل فيها ديتكت ل 1000 اوبجكت. ايش الاوبجكت هذه؟ ممكن تكون سياره، شجره، حصان، كرسي، بني ادم، الى اخره من الاوبجكتس هذول. فانت عندك يعني انه 1000 اوبجكت، متخيل قديش؟ فهذه كثير انه هي بتستخدم يعني في الفاين تيونينج، انه انت بيكون في عندك بري تريند موديل مدرب على 1000 اوبجكت، بصير انت المطلوب منك انه انت تعمله مثلا على سبيل المثال فاين تيونينج على 10 اوبجكتس، على 10 كلاسز. فبالتالي هو مدرب يتعرف على 1000 اوبجكت، فانت بتخصصه او بتحسن الاداء تبعه انه هو يتعرف على 10 بس من هدول ال 1000. فبالتالي انه ممكن انه هم يكونوا يعني، وممكن يكونوا كلاسز ثانيه برضه مش موجودين فيه، فانت بتستفيد من الطبقات اللي موجوده هنا اللي هي لها علاقه بتحديد الايدجز تمام والكورنرز تبعت الصور عشان يتعرف على الاشكال. فهذه يعني شغله كثير مفيده في هذا الاطار، فانت ممكن انه انت تستخدمها في المشروع. إيه. تمام. فالتطبيقات تبعتها الفوتو تاجينج، فهذا بيساعد بشكل كتير كبير انه انت يعني تقدر انه انت تتعرف على الاوبجكت تبع الصور. وهذه الشغله صارت انه اوريدي موجوده في التطبيقات تبعت الجوال، في التطبيقات تبعت الجوال بتقول له انا بدي صور الاكل، بدي صور الاوت دور، او صور الجبال، صور البحيرات اللي انا رحت لها، فبروح بجيب بعمل لك ليستنج الها كلها تمام. او انه انت بتقدر انه انت في جوجل ايمج سيرش انه انت تدور على شغلات معينه، فبالتالي انه بزود الدقه تبعته بدل الاعتماد على التاجز تبعت ال HTML. فانت عندك يعني انت لما تحط التاج تبع الصوره ممكن انت تحط ديسكريبشن على الصوره هذا تمام. سيرش انجن تستخدمه عاده انه عشان تعمل فهرسه للصور، لكن الافضل انه انت تستخدم التاجينج، الفوتو تاجينج، عشان تعرف محتوى الصورة عشان تقرر انه انت تطلعها في نتائج البحث ام لا. لو كان الانبوت عبارة عن اوديو ويف رو ديتا هذه تعتبر تمام، ممكن يكون الاوتبوت عبارة عن تكست ترانسكريبت. تكست ترانسكريبت اللي هو تحويل الصوت لنصوص
تمام. وهذا مستخدم في تطبيقات عديدة في السبيش ريكوجنيشن، مستخدم في المساعد الشخصي زي سيري او جوجل اسيستنت، انه انت ممكن تساله اسئله والاسئله هذه انه تعطي له اياها بالفويس، انه تحكي له كم تبعد المسافه بين القمر والارض على سبيل المثال. فبالتالي هذه شغله، ولها تطبيقات اخرى. يعني على سبيل المثال بدك انه تعمل ترانسكريبشن للراديو لكل البرامج الاذاعيه عشان تتمكن في البحث في داخلها، او في نشرات الاخبار كلها بدك تعملها ترانسكريبشن عشان تتمكن من البحث في داخلها، لانه انت ما بتقدر تبحث مباشره في الاوديو. تمام. طبعا انا نسيت احكي انه الفوتو تاجينج نوعيه الشبكه هي سي ان ان كونفولوشنال نيورال نتورك، حنشوف كيف شكلها الان. والسبيش ريكوجنيشن مع الماشين ترانسليشن، ماشين ترانسليشن الانبوت انت عندك الانجليزي والاوتبوت صيني. طبعا هنا مش يعني بغض النظر انه الانبوت والاوتبوت هذا عباره عن نص او صوت، لانه انت عندك فويس تو فويس ماشين ترانسليشن وعندك تكست تو تكست ماشين ترانسليشن، يعني هذا موجود وهذا موجود. فبالتالي بغض النظر انه هذه التاسك اسمها ماشين ترانسليشن، وهذه انت بتحتاج لار ان ان عشان تتعامل معاها. اخر تطبيق اللي هو انت عندك الايمج من الكاميرا، تمام، بالاضافه للرادار انفو اللي موجود انت عندك في السيارة، فتقدر انه انت تعمل تحديد للبوزيشن للسيارات الاخرى وعلى اساسه تاخذ اكشن معين. لانه انت عندك في الاوتونوموس درايفنج انت عندك اكثر من سيستم، اكثر من كمبيوتر سيستم. انت في عندك سيستم لتحديد المواقع تبعت السيارات الاخرى عشان تقدر تاخذ اكشن انه انت لا تخفف السرعة تزود السرعة. في انت عندك بتقدر انه انت يعني انه يعمل ديتكت انه انت ماشي في المسار او لا، انه انت انحرفت على المسار. فبالتالي انه هذه الشغلات انت ممكن يعني التطبيقات تبعتها في الاوتونوموس درايفنج، واللي ممكن تستخدم فيها كاستم او هايبريد موديلز، لانه هذه الشغله انه مكونه من عده نماذج انه انت ممكن تعملها كومباينيشن مع بعض. طبعا هذه الستاندرد نيورال نتورك زي ما شفنا طبقات يعني عاديه، انه بتكون عاده فولي كونكتد. وهذا المصطلح يعني ممكن يمر عليك كثير في الامبلمنتيشن في المكتبات، فممكن تلاقي اف سي. اف سي يعني فولي كونكتد، تمام، او دنس نتورك. شو معنات هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام انه انت عندك كل يعني الاكس واحد فولي كونكتد مع هذا النيورون ومع هذا ومع هذا، تمام. برضو اكس 2 نفس الاشي، هذا وهذا وهذا بهذا الشكل، تمام. فهذه انه كل طبقة فولي كونكتد مع الطبقة اللي تليها، والطبقة هذه برضو فولي كونكتد مع الطبقة التي تليها، تمام. اما الكونفولوشن نيورال نتورك انه الاركتكتشر تبعتها مختلفة، زي ما انت شايف هدول عبارة عن نودز، هذه انت عندك الانبوت عبارة عن ايمج، فهنا انت عندك كونفولوشن، طبقة كونفولوشن، تمام. ممكن تكون يعني إلها أبعاد معينة، تمام، هذه إلها أبعاد مختلفة. فأنت ممكن يكون في عندك عدة طبقات كونفولوشن بأبعاد مختلفة، حندرسها بالتفصيل يعني في حينها، إنه يعني كيف بتقدر تعمل ديتكت للأوبجكتس هذه اللي هي الخطوط المستقيمة والمنحنيات من خلال عمليات حسابية التفافية، إنه هو بلف على الصورة، تمام، من خلال ويندو، مجموعة من البيكسلز مجموعة من البيكسلز عشان يعمل ديتكشن لهذه الشغلة. المطلوب منك هنا انه انت بس تفهم انه انت في عندك اركتكتشر مختلفة للسي ان ان. الار ان ان اركتكتشر مختلفة تماما، تمام. احنا انت عندك هنا الاكس وهذا الواي، وبرضه في الصور انت عندك الاكس هنا وممكن يكون الواي هنا، ممكن يكون في عندك طبقه دنس او اف سي هنا في الاخر وموصله باخر طبقه كونفولوشن، تمام. لكن الريكرنت نيورال نتورك الاكس هنا والواي هنا، تمام. وزي ما انت شايف انت في عندك هنا تمبورال انفورميشن، يعني على سبيل المثال نفترض ان الاكس هذه بتمثل وورد فيتشر، يعني على سبيل المثال انه هذه الكلمة اي او الكلمة تي، هذه الكلمة اللي قبلها وهذه الكلمة اللي بعدها، فانت بتعطي له السيكونس. عشان هيك انه هذا يسمى سيكونس موديل، لازم معلومات السياق مهمة جدا
عشان انه انا اقدر اعمل بريدكشن. وبرضه الواي انت عندك مش تارجت واحد، قد يكون انت في عندك في بعض يعني شبكات الار ان ان زي السنتمنت اناليسيس على سبيل المثال، الانبوت انت عندك عباره عن سيكونس ولكن الاوتبوت عباره عن وان نيورون، انه هو بده يحدد انه بوزيتيف او نيجاتيف مثلا على سبيل المثال. لكن في الماشين ترانسليشن زي ما انت شايف انت عندك هنا اكثر من اوت، اكثر من واي، فبالتالي انت تخيل الموضوع او التاسك انت عندك ماشين ترانسليشن تمام، فبالتالي بيكون الانبوت انه انا اسمي احمد تمام، فبالتالي الاوتبوت بيكون انه الترجمه تبعتها بالصيني او بالفرنسي او بالانجليزي او باي لغه كانت، فبالتالي انه ممكن يكون انه عدة كلمات تمام. هذه السوبرفايزد ليرنينج انه الاستراكشر داتا، عشان تفهم ايش يعني استراكشر داتا انه تتخيلها اكيد يعني انه عارفين هذا الكلام، انه بتكون تابيولار داتا، انه انت ممكن تعملها اكستراكت من الداتابيز بهذا الشكل، او ممكن تكون على شكل فلات فايل من سي اس في فايل بهذا الشكل تمام. فبالتالي انه هذه استراكشر داتا، هذه استراكشر داتا تمام. الان استراكشر داتا ايش ممكن تكون؟ ممكن تكون ويف ساوند، ممكن تكون صورة، وممكن يكون زي ما انت شايف هنا تكست، او ممكن يكون برضو عبارة عن فيديو. فيديو بيحتوي على شغلتين، على صور سيكونس اوف ايميجز بالاضافة ل صوت تمام. اوكي تمام الامور لغاية الان يا شباب واضحة. طب خلينا ناخذ بريك شوية نحكي فيه عن الكورس.